يلا بينا بقى نعمل مع بعض تشيكن ستريبس. من الوصفات والاكلات اللي دايما مطلوبه جدا ومطلوبه من الولاد بالذات جدا جدا، من الحاجات اللذيذه وسهله اللي كمان نقدر نفرزها ونحتفظ بيها. خلاص الدنيا فتحت، بدانا ان احنا نروح النادي، نروح البحر، نروح، فعندنا امكانيه بقى ان احنا نعمل حاجات زي كده زي الاستريبس مثلا، وان احنا نفرزه وناخده معانا او نحمره على طول مثلا نازلين النادي ولا حاجه، نعمل للولاد سندوتشات، فيبقى عندنا متفرز سهل جدا. انا اطلع احمر واحط الولاد في السندوتشات واخد لهم معايا. تمام، يلا بينا بقى نقول مقاديرنا ونعرف مع بعض الطريقه. عندي 4 صدور فراخ كاملة هتتقطع سلايس بالشكل ده. تمام، دي صدور فراخ كاملة وقطعناها شرايح بالطول كده عشان تبقى فيها سمك شوية ورفيعة. تمام، 3 معالق كبار من الكاتشب. عندنا خلطة بهارات، خلطة البهارات دي معانا في تتبيل الفراخ، معانا كمان في الوصفة نفسها في التغطية بقى والحاجات دي كلها، فعندنا خلطة بهارات هنعملها مع بعض بعدين هناخد منها بعد كده ونتبل بيها. تمام، خلطة البهارات هتبقى عبارة عن معلقة كبيرة بهارات فراخ، ودي متوفرة عند العطار وفي السوبر ماركت، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، ومعلقة صغيرة حبهان باودر، معلقة كبيرة من الزعتر الناشف، معلقتين كبار من الملح، ده على قد الكمية اللي أنا عاملاها، ال4 صدور دول حوالي كيلو، 2 باكيت مرقة فورية، ممكن نستغنى عنها بس هي بتدي الطعم الأقرب للجاهز اللي احنا بناكله بره. تمام، عندنا بقى الخلطة، الخلطة دي بتبقى خليط سائل زي البانكيك كده، هتبقى عبارة عن كوباية دقيق، 3 معالق كبار من النشا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية من اللبن الرايب أو الزبادي اللي متوفر عندنا، معلقة كبيرة من خلطة البهارات. طب لو ما فيش ولا رايب ولا زبادي هنستخدم نص كوباية حليب عادي جدا وعليها 2 معالق كبار من الخل، كده هناخد النتيجة اللي احنا عايزينها. التغطية اللي هي التغطية الجافة اللي في الآخر بتبقى عبارة عن 2 دقيق، 1/2 كوباية نشا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار من خلطة البهارات اللي احنا استخدمناها دلوقتي، وزيت عشان نقلي بيه. تمام، يلا بينا نبدأ بقى. الأول هنجيب طبق غويط علشان نبتدي نتبل الفراخ بتاعتنا. وعايزين الاول هنخلط البهارات، نعمل خلطه البهارات الاول، ده الملح والزعتر، دي المرقه الفوريه، معلقه صغيره حبهان باودر، بصل باودر، توم باودر، معلقه كبيره من البابريكا، وكمان البهارات الفراخ. هقلب كله على بعضه عشان كده هنستخدم منها على طول، تبقى جاهزه معانا. هنقلب خلطه البهارات دي بقى اللي هتدي الطعم الحلو قوي قوي للتشيكن ستريبس. ممكن نحفظها على فكرة في برطمان كده تبقى عندنا للبنيهات، برضو هتبقى حلوة قوي معاكي في أي حاجة. هايل جدا جدا. أنا ممكن بس أضيف لها شوية فلفل أسود عشان يبقى زبطنا الدنيا خالص، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود برضو عشان نبقى مش محتاجين نضيف أي حاجة تاني. تمام، تحفه، ريحتها حلوه قوي. خلصنا خلاص، قلبناهم كلهم مع بعض عشان نبقى واثقين ان المعلقه اللي هناخدها فيها كل المكونات بالنسب المظبوطه. يبقى دي خلطه البهارات. تعالوا بينا بقى ناخد شرايح الفراخ نحطها في بوله. وهضيف عليها الكاتشب. هضيف كمان البهارات، هياخد كده حوالي 3 معالق كبار من البهارات، ونقلب. هنقلب بايدي بقى علشان نعرف نتحكم فيها، عايزين القطع الفراخ كلها ندعكها كويس قوي بالبهارات والكاتشب بحيث ان الانسجه نفسها بتاعت الفراخ تبتدي تمتص البهارات وتدينا نتيجه حلوه وطعم حلو. طيب لو عندي وقت هسيب الفراخ او قطع الفراخ في التتبيله دي مش اقل من 2 ساعة، لو ما عنديش يلا نص ساعه على بال ما ابتدي اجهز بقيه الحاجه واشتغل فيها على طول. تمام،
اهم حاجه في الموضوع ده قطع الفراخ بتاعتنا تبقى مغسوله كويس جدا جدا، وبعد ما نغسلها ننشفها كويس قوي. ليه بقى؟ لان الفراخ لو فيها ميه هتبتدي الميه دي ما تخليش التتبيله اللي احنا عاملينها تمسك على قطع الفراخ بالشكل ده. شايفين قطع الفراخ عامله ازاي؟ ماسك عليها التتبيله كويس جدا. اما لو هي فيها ميه هتلاقي بعد كده خرت ميه كتير والدنيا مش مظبوطه والتوابل والحاجه ما مسكتش على قطع الفراخ، ومش هناخد النتيجه اللي احنا حابينها. كده خلاص احنا خلصنا تتبيل الفراخ بتاعتنا، لونها حلو قوي وريحتها كمان هايله جدا. تعالوا بينا بقى نعمل ايه؟ تعالوا نبتدي نعمل التغطيه. نجيب برضو طبق غويط ونجيب بقى مضرب سلك عشان نشتغل في التتبيله اللي هي بتبقى سايله شويه زي كده قوام البانكيك. وابتدي احط الدقيق واحط النشا، بيكنج باودر. انا عايزه بقى من الخلطه الحلوه اللي انا عملتها دي اخد معلقه كبيره، تمام، مليانه كده، واحطها عليها. هقلب الحاجات دي مع بعض، مش عايزه ملح ولا حاجه. فاكرين احنا كنا حاطين هنا الملح لكل حاجه، تمام؟ فالملح بتاعنا جاهز مع البهارات. قلبتهم هحط عليهم اللبن الرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. واقلب. طبعا كده محتاجين شويه ميه، ممكن تزودي ميه، تزودي لبن رايب اللي متوفر. اهم حاجه خليط الفراخ اللي احنا هنعمل بيه الفراخ يكون سميك شويه، لا هو خفيف خالص ولا هو زي العجينه متماسكه. هنشوف دلوقتي الخليط بتاعه عامل ازاي. محتاج شويه كمان. تاخد مننا حوالي كوبايه وربع كده من السوائل. حطينا نص لبن رايب وحوالي كوبايه الا ربع من الميه، بس كده هو ده اللي احنا عايزينه. بصوا كده شايفين القوام، هو ده المطلوب. كده خلاص الخليط بقى جاهز بتتبيلته بلونه وبطعمه بكل حاجه. فاضل معانا حاجه واحده بس، وهي التغطيه الاخرانيه نعملها بالمره عشان نبدا نشتغل بقى. معلش كده افضل. هنحط بقى كل المكونات على بعض، الدقيق، النشا، والبيكنج باودر، ونفس البهارات اللي احنا عملناها اللي فيها الملح وفيها كل حاجه، معلقه كبيره برضو واحطها. وابتدي اقلب الكلام ده كله مع بعض. وكده خلصنا، يبقى عندنا الفراخ اتبلت، التغطيه السايله، وبعدين التغطيه الجافه. كده جاهزين معايا. ايه رايكم نبدا نشتغل ونطلع فاصل ونرجع بقى نكمل مع بعض بقيه التشيكن ستريبس؟ تعالوا نعمل كده واحدتين كده ونطلع على طول. ولا اسهل من كده، يلا بينا. هبتدي بقى اخد قطع الفراخ اللي هي اتبلت وقعدت التتبيله زي ما قلنا يعني ساعتين، يبقى افضل، لو ما قدرناش يبقى مفيش مشكله. جيب بس شوكه، بسم الله. هنبتدي ناخد كده نغطسها. هتلاقوا ان بصوا شايفين، بصوا ماسكه عليها قوي، مش سايله وبتنزل منها، لا خالص متماسكه كده وزي الفل. هنزلها بقى في الخليط الجاف ده، بسم الله كده بالشكل ده، واعمل كده. بصوا هتحسوا بتاثير، شايفين الكشكشه دي؟ دي اللي احنا بناخدها او بنشوفها في الستريبس الجاهز. هعمل تاني كده، تمام، واحس خلاص ان انا غطيتها تغطيه كامله ومظبوطه. وهز كده، تمام، لو في حاجه زياده هتنزل وهتديني الشكل والتأثير بتاع الستريبس الجاهز اهو بالشكل ده.
تمام. انا هجيب طبق بقى احط فيه وابتدي اعمل تاني. اهم حاجه في الموضوع ده ان انا ما احطهمش على بعض لو انا هشيلهم في الفريزر، لاني لو حطيتهم على بعض هيعرقوا ويمسكوا في بعض والدنيا هتبقى صعبه جدا. لازم احط كيس بلاستيك وابتدي ارص عليه وتاني كيس بلاستيك وارص عليه، بحيث ان انا لما اجي اخرج يخرجوا معايا بكل سهوله، ما يلزقوش في بعض والدنيا تبوظ مننا. تمام، ده ضروري جدا. خلاص خلصت دي، تعالوا بينا يلا نحطها في الطبق ونعمل غيرها. يلا بينا بقى نحمر الستريبس بعد ما عملناه. زي ما قلنا لو هنحفظه في الفريزر لازم نكون مغطينه كويس جدا جدا بالخليط الجاف اللي هو الدقيق اللي كان عليه نشا والبهارات والكلام ده كله، وبين كل طبقه والتانيه نحط كيس بلاستيك مفرود علشان ما يلزقوش في بعض. الفراخ لما تخش الثلاجه بتبتدي زي ما نقول كده بتطلع رطوبه وبتبتدي تمسك في بعض، فجاه افكهم من بعض هتلاقي الكفر اللي احنا تعبنا وعملنا فيه طلع كله لزق في التاني. تمام. التحمير، يعني التحمير ده شيء اساسي وهو ده اللي بيطلع في الاخر الستريبس او البانيه كويس ولا لا. اهم حاجه الزيت يكون غزير، يكون سخن. تمام، هو سخن. تمام، يكون كمان درجه الحراره متوسطه، يبقى الزيت سخن كويس جدا، النار متوسطه ويكون غزير. وتعالوا بينا نسمي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل. اتفقنا الحركة دي كده بتدي التأثير المتعارف عليه للتشيكن ستريبس. زيت سخن زي ما انتم شايفين، لازم سخن، لو نزلت في زيت بارد هتبصوا تلاقوا الكفر او التغطية اللي احنا عاملينها دي قبت وفكت من الفراخ، سابتها ومشيت. عشان في ناس كتير بيقول طب ليه لما بعمل بانيه البانيه بيفك والكفر بيطلع لوحده واللحمه لوحدها والكلام ده كله، علشان نزلنا في زيت بارد مش سخن كويس بما فيه الكفايه. يعني النشا اللي احنا حطيناه مع الدقيق اللي احنا غلفنا بيه الاستريبس هيحافظ لي على الاستريبس فتره اطول على النار علشان يستوي من غير ما يتحرق ومن غير ما ناخد لون احنا مش حابينه. يعني لو انا بس عملت بدقيق بس، الدقيق هينزل يتحمر على طول فهاخد لون، لو انا عايزه اطلع لون دهبي هاخد اللون الذهبي الحلو، بس اجي افتح من جوه الاقي الفراخ لسه ما استوتش. اما النشا اللي احنا بنحطه بيدي قرمشه، بيدي بيخلي الفراخ تاخد اللون ببطء شويه، بالتالي هتستوي كويس على النار تطلع معاكي لون ذهبي حلو قوي وهي مستويه 100%. هنحضر بقى طبق عليه مناديل عشان اي زيوت زياده المناديل تمتصها. ما شاء الله الجمال ده حلو قوي، والريحه بقى مش قادره اقول لكم على الريحه، اللون ده حلو قوي. طلع بقى على كده، شايفين يا جماعه الشكل والقرمشه تحفه جدا بجد والله، وريحتها هايله جدا جدا. كل حاجة بتتعمل بحب، كل أكلة بتتعمل بحب فعلا بتوصل للقلب. صدقوني يعني الكلمة دي أنا سمعتها من حد، بس هي فعلا مش فاكرة من حد تحديدا، بس دي حقيقة والله العظيم. يعني أي أكلة بتبقي عاملاها لأسرتك أو لضيوف أنت حباهم وحابة تعمل لهم الأكل، بتحسي إن الأكل فعلا بيبقى طعمه حلو قوي وهم بيبقوا فرحانين بيه جدا وطايرين بيه واصل لهم. يعني كل حاجة بنقولها حتى الكلمة الحلوة لو قلناها من القلب بتوصل للقلب. حاجة كده بنجامل بيها وعلى الماشي كده برضو بتوصل إن هي مش مظبوطة يعني. ففعلا لما بنقف في المطبخ بنتعب علشان نعمل أكل لحبايبنا سواء أولادنا ضيوفنا أصحابنا أي حد ليكم طبعا. فعلا الواحد لما يكون واقف كده وحب ان هو بيعمل حاجه علشان توصل لكم كويسه وتجربوها وان شاء الله تعجبكم، صدقوني الحاجه بتطلع حلوه جدا. ساعات احنا يعني بيبقى في معوقات كده، لا معرفش ايه ما جاش وايه جه، لا في حاجه باظت، لا في حاجه عملت، بس صدقوني والله العظيم يعني من فضل ربنا عليا عشان انا فعلا بحبكم جدا، لما بقف هنا واعمل الاكل الاكل بيطلع تحفه 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 الحمد لله. يعني زي ما بقول لكم دايما كده حتى النيه تبقى خالصه. القصه كلها فعلا ان الواحد في اي مجال، في مجال العمل في اي مجال، طول ما بيدي بحب بيحب الحاجة اللي بيعملها نيته كلها خير،
صدقوني والله العظيم بيوصل، حتى لو هو مش هدفه ان هو يبقى حاجه مثلا او يوصل لحاجه معينه، بس صدقوني تلاقوا البيبان بتتفتح له والدنيا بتتفتح له، قلوب الناس نفسها بتتفتح له. فخلينا كلنا كده نجدد النوايا، يبقى كل واحد في شغله ايا كان شغله ايه، نيته خير ونيته لله، ونعمل كده بحب ونشتغل بحب، هتلاقوا كل حاجه زي الفل ان شاء الله. الاستريبس طالع تحفه ما شاء الله بجد. فاكره اول مره عملت الوصفه دي في البيت للولاد؟ عموما ما بحبش اكلها من بره خالص. واول مره عملتها في البيت للولاد وكانوا عازمين اصحابهم، وقلت يلا بقى هم ونصيبهم معايا، وعملتها وطلعت ما شاء الله ما شاء الله رهيبه. انا عن نفسي بقيت مبهوره بردود افعالهم. هم طبعا اكيله مطاعم واكيله بره، يعني بيشتروا اكل كتير من بره ودايما بيحبوا ياكلوا في المطاعم، فعارفين كويس قوي التيست بتاع المطعم شكله ايه. فلما عملت الوصفه في البيت عايزه اقول لكم ان يعني بقوا يكتبوا لي بوستات شكر كده عندهم، ده قبل ما ابدا خالص. عجبتهم جدا جدا، فالحمد لله. فقررت ان انا بقى ايه اعملها ونزلتها، والحمد لله برده من ساعتها كل اللي بيجربها الحمد لله بتنال اعجابه. زي ما انتم شايفين كده الاستريبس بيستوي، شايفين واخد وقته من غير ما ياخد لون غامق خالص ولا حاجه، شايفين لونه عامل ازاي معانا، شايفين كمان القرمشه مش عارفه هتبان ولا ايه. هنا الدنيا شكلها لطيف جدا، والصوت يعني في قرمشه بيتفتفت اهو مننا، شايفين سامعين الصوت هايل جدا. يلا دول كفايه عليهم كده، اخدوا اللون بتاعهم. ملاحظين كمان ان الكفر ما فكش، ما نطرش مننا ولا حاجه، ما سابش الفرخه وجري زي ما بنقول، ماسك عليها خالص اهو. دول كده لسه عايزين لون كمان جدا. بعد ما اخلص واطلع الطاسه تمام، انا كده خلاص طلع دول، ما ينفعش انزل دلوقتي تاني، يعني مستحيل ان انا اروح جايبه بقى اللي انا مجهزاه تاني واعمل طاسه تانيه. لازم هعلي النار تاني واسيب الزيت يسخن كويس جدا جدا قبل ما انزل فيه مره تانيه البانيه. ليه بقى؟ لو انا نزلت على كده هتلاقيها برده فكت، هتقولي ايه ده انا عامله اول طاسه حلوه وطالعه زي الفل وبعد كده بدا يفك مني، عشان الزيت برد. طبعا احنا كده يعني خدنا حراره الزيت كلها وكنا مهدئين مخليين النار متوسطه علشان تسوي بقى معايا الاستريبس كويس. لازم ارجع تاني اعلي النار، الزيت يسخن، انزل فيه الاستريبس وابتدي اخلي النار متوسطه تمام. برده حاجات بسيطه بس بتفرق كتير جدا. نقلي شويه من الاستريبس بعد ما سخنا الزيت مره تانيه، زي ما قلنا ضروري لازم كده ينزل في زيت سخن ضروري جدا عشان ناخد نتيجه هايله ومظبوطه. ممنوع منعا باتا ان احنا نقعد نقلب فيه كل شويه كل شويه، لان ده برضه هيخليه يفك معانا ويدينا نتيجه مش حلوه تمام. طالما الزيت غزير ومغطيه خلاص احنا نستنى اول ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه نخرج على طول. ده كده في الزيت هايل جدا، اللون حلو قوي. نحاول بقى زي ما قلنا ما نقلبش فيه كتير لغايه ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه بالظبط، ونبدا نخرجه على مناديل المطبخ علشان تمتص الزيوت الزياده. زي الفل، خد اللون التمام. قلنا كل التفاصيل وكل الاسرار علشان يطلع معاكي 10 على 10. ان شاء الله تجربوه يعجبكم جدا جدا.